دلوقتي خلينا نروح لمنى عشان تقول لنا بقى اخبار الطقس بالتفصيل، وهيئه الارصاد بتتوقع ايه النهارده وبتقول ايه النهارده. جو لطيف. هو لطيف بس اللي انا سمعته انه ما ننبسطش قوي. ما ننبسطش قوي. بصي احنا في امشير، فاحنا عارفين زعابيب امشير متوقعين، فخلينا كده ماشيين مع شهورنا القبطيه اللي احنا متعودين عليها بالزبط. بتجيب لنا الخلاصه بالظبط. اتفضلي يا منى. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. والنهاردة في أتربة عالقة في الجو في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 11، الإسكندرية 21 11، مطروح 22 10، سيوة 22 9، بورسعيد 22 12، دمياط 19 10، الإسماعيلية 23 10، والسويس 23 12، العريش 22 11، طابة 21 13، كاترين العظمى فيها 18 والصغرى 2، شرم الشيخ 24 14، الغردقة 23 13، الفيوم 22 9، بني سويف 22 8، والمنيا 22 6. أسيوط العظمى فيها 23 والصغرى 7، سوهاج 23 8، قنا 25 8، الأقصر 26 8، أسوان 26 9، الوادي الجديد 24 7، شلاتين 26 13، أما حلايب العظمى فيها 23 والصغرى 14. خلينا نرجع لحسام والجمانة نكمل باقي فقراتنا. اتفضلي يا حسام. اتفضلي جمانة. شكرا. شكرا جزيلا. عفوا.